الخير والعطاء في هذا الصباح اللي يسن الحجايج. شوطنا العاشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته للأبكار هذا الشوط مع هذا الكم والعدة من الأبكار المشاركة في هذا الشوط. نذهب مباشرة لمقدمة الشوط وإلى المركز الأول ونجد مع الصدارة حفل محمد بن سعيد بن حمدش الخيلي من يقدم لنا حفل مع الصدارة. ثاني المراكز من تاتي اللي هي الصفرة ياسر بن حسن بن علي المهري من يقدم لنا الصفرة مع المركز الثاني. ثالث المراكز من تصل مذهلة سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ولكن من تغير مباشرة انتصار إبراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي، غيرت مباشرة مع الصدارة بشعارك يا عظبي مع المقدمة والصدارة. المركز الرابع رابع المراكز من تتقدم مذهلة سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. أما اللي في المركز الخامس وصوله وقدوم مشاهدينا الكرام من الشاهنية سالم بن حير بن حمد الفهيده المري من يقدم لنا الشاهنية مع المركز الخامس. المركز السادس أسياد سعيد بن سهيل بن عبد الله بالطماطم العفاري. المركز السابع تدخل ممتاز من لمار سعيد بن غدير بن سعيد بن لويه الدرعي من يقدم لنا هذا الاسم، ووصولا وقدوم في هذه اللحظات من شواهين محمد بن احمد بن محمد بالكيله العامري. يا سلام، هكذا النتيجه، هكذا النداء الاول لهذا الشوط. نعود مع المقدمه، نعود مع الصداره ومع المركز الاول من تسيطر مع المقدمه بهذا التقدم انتصار باحث عن الفوز ان تهدي هالميدان منجم السبق ميدان الابيض اللي عودهم ابو علي مع الفوز والانتصار ابراهيم بن علي بن شطيط الوهيبي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. يا سلام، هنا المركز الثاني، ثاني المراكز تدخل ممتاز مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام. من تتقدم في هذه اللحظات ترى اللي هي اسياد، وصلت اسياد تعود الملكيه سعيد بن سهيل بن عبد الله بالطماطم العفاري والوصول من مذهله سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. يا سلام، اسامي تقدمت هناك مع المركز الرابع الواصله هنا لامار سعيد بن غدير بن سعيد بن لويهي الدرعي، والقدوم من انذار وصلكم بن عمير وحذاري من انذار احمد بن علي بن عمير المنصوري من يقدم لنا انذار تحتل المركز الخامس. الوصول والقدوم هنا مرعوشة بدر بن غريب بن سعاد الينيبي وصلوا أهل الجازر أهل السلطنة، وهناك أيضا شعار بن نصرة من يتقدم بهذا التقدم الممتاز والوصول. يا سلام، من تاتي هدادة مبارك بن محمد بن نصر العامري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، وأيضا الوصول والقدوم من شعار بوريان يتقدم بهذا التقدم الممتاز. الكل تقدم، الكل انطلق، نعود حيث البداية. أنذار وهدادة، أنذار وهدادة، وهناك أيضا مشاهدينا الكرام اللي هي عالية سالم بن عبد الله بالطير العامري. يا سلام، بالنصرة بالنصرة وبالطير، وهناك أيضا مشاهدينا الكرام اللي من تاصل أبو عبد الله يتقدم سهيل بن سالم بن سهيل، ووصول من سلهودة محمد بن مشعان بن سعيد بن غدير هالك تبي. هكذا النتيجة، خمس من الأبكار أو أربع من الأبكار. أنذار أنذار، حذرت لكم وقلت لكم وصلكم بن عمير. يا سلام، يا انذار، غادرت النتيجه بن عمير المنصوري السبق وثباوي الناموس والفوز. ان لم تكن هداده ما في امان من هداده من رجل المفاجات. بالنصره بالنصره، يا سلام، هداده وانذار، انذار وهداده. يا سلام يا سلام، هداده هداده هالاستاذ بواب 11 صبح عليهم بالخير، عودهم مبارك بن محمد بن نصر العامري. وسلام زاخر سلام. المركز الثاني هناك انذار احمد بن علي بن عمير المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان من نصيب ثالث المراكز من اتت مع المركز الثالث اللي هي هنا تبوك صالح بن بنيه البلوي. المركز الرابع وصول مع المركز الرابع سلهودة محمد بن مشعان بن سعيد بن غطية الكتبي. المركز الخامس خامس المراكز عالية سالم بن عبد الله بالطير العامري. ونتأكد مشاهدينا الكرام
من التوقيت الزمني. توقيت للمرة الثانية، سلام، 4 دقائق 19 ثانية، 3 من الأجزاء. سلام بارك بن محمد بن نصر العامي قدم لنا السيف، صاحب التوقيت الأفضل في هذا الصباح، وقدم لنا الهدادة. هكذا النتيجة، 4 دقائق 19 ثانية 8 من الأجزاء. أنذار تعود الملكية، أحمد بن علي بن عمير المنصوري وسلال المختبر. سلام، سلالات منذر بالفعل، ها هي الأفعال مع سلالة المختبر مع النواميس. 4 دقائق 20 ثانية 8 من الأجزاء من حلة المركز الثالث. كان من نصيبه مشاهدينا الكرام هناك تبوك صالح بن أمية البلوي المركز الرابع، 4 دقائق 20 ثانية 8 من الأجزاء من حلة مع المركز الرابع. هناك رابع المراكز سلهودة محمد بن مشعب بن سعيد مغدي الكتبي المركز الخامس، 4 دقائق 22 ثانية وفاء وتماما. شعارك يا بالطير، سالم بن عبد الله بالطير العامري قدم لنا عالي. هكذا كانت النتيجة، ولكن بالنصرة مع الفوز والانتصار للمرة الثانية ومع التوقيت الأفضل مع